مجموعات خبراء التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. سأقدم اليوم شرح في كيفية نقل مذكرات الصوت أو المذكرات الصوتية من الآيفون إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج سينشوز. من المعلوم أن كثير من الأشخاص يستخدمون برنامج مذكرات الصوت أو Voice Memos في تسجيل المحاضرات، مثل طلبة الجامعات يستخدمون هذا البرنامج في تسجيل المحاضرات ويريدون نقل هذه المذكرات الصوتية إلى الكمبيوتر ليستمعوا إلى هذه المذكرات الصوتية من خلال الكمبيوتر. سأشرح اليوم طريقة نقل هذه المذكرات. أنا جهزت 5 مذكرات صوتية على برنامج مذكرات الصوت. المذكرات التي تم حفظها 5 أطاريخ 3 4 أطاريخ 3 أطاريخ 13 أشرقة المائلة 8 2 أطاريخ 3 1 1 طاريخ. أنا سميتها يعني بالأرقام، سميت هذه المذكرات من رقم 1 إلى 5. الآن سأقوم بفتح برنامج السينشوز. Contains the files of S. Synchios 6. من 3. Synchios, my device's video downloader toolkit, please connect device. بعد فتح البرنامج أستخدم مؤشر الـ NVDA أو الاستعراض المسطح. أضغط NVDA رقم 7 على لوحة الأرقام. استعراض الشاشة خال، لا يوجد نمط. الآن أتحرك برقم 7 و9 حتى أصل إلى ميديا. نجمة آيفون، my device's video downloader to آيفون ميديا. هذا ميديا. أضغط على ميديا NVDA نومباد إنتر. تنشيط سينشيوز خالٍ. الآن أتحرك أيضا برقم 7 و9 حتى أصل إلى Voice Memos. Audio, my device's video audio. Search iPhone app music media ringtones podcasts photos audio books book Voice Memos. هذا هو Voice Memos. أضغط عليه أيضا NVDA نومباد إنتر. تنشيط سينشيوز my device's video downloader toolkit audio. الآن أيضا أتحرك برقم 7 و9 حتى أصل إلى المذكرات الصوتية. ميديا رينتون 1 at podcast 1 الثانية 10 مساء. هذه هي المذكرة الأولى. podcast photos audio book 2 الثانية 2 book voice iTunes U 3 apps video 3 information 40 and 20 4 video home video 5 الثانية 5. هذه هي المذكرات الخمس. الآن سأنقل هذه المذكرات من الآيفون إلى الكمبيوتر. سأحدد مثلاً على في البداية على رقم 1 المذكرة الأولى. سأضغط على المذكرة الأولى نومباد NVDA نومباد إنتر. تنشيط. الآن سأضغط كنترول A لتحديد الكل. أضغط Ctrl A. Select all items. الآن أتحرك برقم 7 حتى أصل إلى Import أو Export. Ringtones. بداية. تصدير يعني. Audio. Search. iPhone. Add export. Delete new play. iPhone. Add export. هذا هو. E X P O R T. مسافة. هذا هو الاختيار. الآن أنا تحركت برقم 6 و4. Add. Export. حتى وصلت إلى Export. الآن أضغط على Export NVDA Numpad Enter. تم حفظ التعديلات.
هو الآن تم التحديد على الإكسبورت. الآن أتحرك برقم 9 Music. حتى أصل إلى إكسبورت أيضا. Name type media ringtone واحد podcast photos audio book اثنان book voice at ثلاثة apps video inform videos home video export media خمسة. أيضا أتحرك برقم 9 أيضا. Music video TV media sub playlist path سجلت موسيقى export cancel. هذا هو export. يعطيني خيارين export export و cancel cancel. أقف على export export. الآن أضغط على export NVDA و numpad enter. تنشيط. الآن WMD upgrade to Synchio's ultimate version. تم نقل هذه المذكرات الصوتية من الآيفون إلى الكمبيوتر. سأذهب الآن إلى مسار هذه المذكرات على الكمبيوتر. أذهب إلى document أو المستندات. This PC نافذة D documents 2 من أحب عرض شجري. دخلت على document. الآن أضغط على حرف ال S. S Synchio 7 من 13 مجلد Synchio's. أضغط على enter. عرض شجري. الآن أضغط حرف ال M حتى أصل إلى ميديا. M ميديا 8 من 11. أدخل على ميديا. عرض شجري ميديا 8 من 11 المستوى 4 items view قائمة 1.m4a غير محدد 1/5. هذه هي المذكرات الخمس تم نقلها من الآيفون إلى الكمبيوتر. 2.m4a 2 من 5 3 نقطة بصيغة الـ m4a item type m4a. الآن سأريكم طريقة نقل صوتيات من الكمبيوتر إلى برنامج Voice Memos أو مذكرات الصوت على الآيفون. سأغلق الآن Synchio's حتى نعيد الخطوات من البداية. نشرح خطوات نقل الصوتيات من الكمبيوتر إلى الآيفون. Synchio's. Synchio's my desktop. قائمة. Synchio's. أدخل على البرنامج مرة أخرى. Synchio's my devices. أيضا أستخدم الاستعراض المصطفى. لا يوجد. وأذهب. نجمة. بداية. My devices. أتحرك برقم 9 الآن. iPhone. iPhone. Media. أصل إلى ميديا. أضغط على ميديا. NVDA. Numpad. Enter. تم حفظ التعديلات. الآن أتحرك أيضا ب رقم 7 أو رقم 9 حتى أصل إلى Voice Memos. Voice Memos. الآن أضغط عليه أيضا NVDA Notepad Enter. الآن أتحرك برقم 7 على لوحة الأرقام. بداية. My devices video downloader to audio. Search. iPhone add export delete new playlist refresh. أصل إلى هذا العنصر. الآن أتحرك برقم 6 على لوحة الأرقام. Add. أصل إلى add. أضغط على add. NVDA Numpad Enter. Add file add folder. تم حفظ. يعطيني خيارين. Add file. Add file. Add folder. Add folder. أنا أختار. Add file. Add file. أضغط عليه أيضا NVDA Numpad Enter. تنشيط. Open محاورة. File name. File name. الآن أتحرك بالشيفت والتاب. Items view قائمة. والباكسبيس. Items view. حتى أذهب إلى مسار الملفات الصوتية على الكمبيوتر. Music 4 downloads 3 من Items view. مذكرة 2 نقطة. أنا هنا عندي مذكرتين. مذكرة 1 نقطة. المذكرة الأولى. Item type. سأحدد على المذكرة الأولى والثانية. أضغط كنترول ضغطة مطولة وأنزل الآن بالسهم الأسفل لأحدد على المذكرة الأخرى. مذكرة 2 نقطة M4A غير محدد. أضغط عليها بالمسافة. مسافة محدد. تمام. الآن أتحرك بالتاب. Name. File name. Files of type. Open. قائمة. أضغط على Open.
Synchios my device's video downloader to by WND. الآن تم إضافة المذكرة الأولى والثانية إلى برنامج مذكرات الصوت. حتى تظهر المذكرتين على برنامج Voice Memos أو مذكرات الصوت، يجب إغلاق البرنامج من مبدل التطبيق. مبدل التطبيق، تسجيل مذكرات صوت، نشط، إغلاق مذكرات، جاري إغلاق مذكرات الصوت. الآن سأقوم بفتح الشاشة البرنامج مرة أخرى. الساعة السابعة صح الآن، مذكرات الطاقة، مذكرات صوت. وسنلاحظ صوت. الطريق صوت. أنه تم نقل المذكرة الأولى والثانية إلى التطبيق. شكل المد تسجيل التاريخ تشغيل تسجيل تم المذكرات 4 3 2 1 مذكرة 2 تاريخ مذكرة 1 تاريخ. هاتين المذكرتين تم نقلهما مذكرة من الكمبيوتر إلى الآيفون بهذه الطريقة. الآن سأريكم طريقة حذف المذكرات الصوتية عن طريق الشينسوس. أستطيع أيضا أحذف هذه المذكرات عن طريق الآيفون، ولكن سأريكم الآن طريقة حذف هذه المذكرات باستخدام برنامج سينشوز. أتحرك الآن ب بداية up do you want even more Synchios sale نهاية get out register no thanks. سأقوم بإغلاق هذه النافذة، نافذة الترقية. أضغط على نو. Synchios my device's video down. الآن أتحرك برقم 7. TV music video 5 home videos. هذه المذكرة الخامسة مثلا. 5 أنا سأقوم بالتحديد على يعني إحدى المذكرات مثلا المذكرة الخامسة. تنشيط. الآن سأقوم بالتحديد على كل المذكرات. أضغط Control A. Select all items. الآن سأتحرك برقم 7 حتى أصل إلى ديليت. Home video. بداية. Audio. Search. iPhone. Add. Export. Delete. New playlist. أقف على هذا العنصر. الآن أتحرك برقم 6. Add. Export. Delete. أضغط على ديليت. NVDA. Numpad. Enter. Message box. XWMD. Note. Are you sure you want to delete selected items? Yes. No. يعطيني هو سألني هذا السؤال إذا كنت متأكد ب. حذف العناصر التي قمت بالتحديد عليها. أضغط على خالن. Are you sure you want to delete? خالن. Yes no. Yes. أضغط على yes. أيضا NVDA Numpad Enter. Synchios my device's video downloader. الآن تم حذف المذكرات أو الملفات الصوتية الموجودة على مذكرات الصوت، ولكن يجب أيضا إغلاق البرنامج من مبدل التطبيق حتى تختفي هذه التطبيق. تسجيل إغلاق مذكرات جاري. تختفي هذه المذكرات الصوتية. الآن أغلقت البرنامج. صفحة صحتي الإعدادات مذكرات صوت. هذه مذكرات الصوت. الطريق تسجيل التاريخ تشغيل تسجيل تم زر المذكرات التي تم حفظها لا يوجد تسجيلات. كما تلاحظون أو كما سمعتم لا يوجد تسجيلات. تم حذف المذكرات الصوتية بهذه الطريقة. وبهذا أكون قد أنهيت شرح اليوم، وإلى اللقاء مع الشروحات القادمة بإذن الله.